للجميع مرحبا بكم في فيديو جديد اللي راح نستمعوا فيه لتصريح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة بعد خسارة منتخب الجزائر للسيدات امام المنتخب الوطني المغربي بحصة 78 مقابل 67 في نصف نهائي البطولة العربية التي تحتضنها مصر. رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة اعترف بقوة سيدات المغرب واكد بان المغرب لديه لاعبات ماهرات ينشطن في الدوريات الاوروبية. سيدات المغرب تأهلنا إلى النهائي لمواجهة البلد المستضيف للبطولة المنتخب المصري اليوم على الساعة 6:30 بتوقيت مصر، وسبق للمنتخب الوطني المغربي لكرة السلة السيدات أن فزنا على منتخب مصر بي في دور المجموعات بحصة 87 مقابل 84، وفزنا على المنتخب الكويتي بحصة 93 مقابل 37، وهذه فرصة إن شاء الله بحول الله اليوم باش لبؤات الأطلس يتوجوا بكأس العربية لكرة السلة السيدات بعد ما فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة قدم لأقل من 23 سنة على المنتخب المصري اليوم نهائي آخر. نتمنى إن شاء الله بحول الله سيدات المغرب يشرفوا كرة السلة المغربية. إذن إخواني